Thank you.
المشاهدين في هذه الأثناء ننتظر وصول جثمان الشهيد تيسير العيسة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من ذويه في منزلهم هنا في قرية صانور جنوب شرق مدينة جنين. لحظات ترقب مؤلمة تعيشها العائلة في هذه اللحظات وهي تنتظر وصول جنازة ابنها لإلقاء النظرة الأخيرة عليه. يذكر أن مدينة جنين تشهد اليوم إضرابا شاملا حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا فجر اليوم، وكان تيسير العيسة أحدهم وهو نقيب في جهاز الاستخبارات الفلسطينية. إذن ارتقى تيسير عيسة ورفيقه أيضا في جهاز الاستخبارات أدهم عليوي من نابلس، فيما استشهد أيضا الأسير المحرر جميل العموري. يعني في هذه اللحظات حيث يتجمع أهالي البلدة هنا يشاطر أهل الشهيد حزنهم العديد من أهالي الشهداء أيضا. نستمع الآن اقتراب وصول جنازة الشهيد تيسير العيسة لإلقاء والدته وزوجته وأخواته أيضا نظرة الوداع الأخيرة عليه.
نستمع في هذه الأثناء إلى الهتافات في جنازة الشهيد التي تقترب من المنزل. Thank you.
بس ان الشهيد وصل. في ميديا نابلس، في ميديا نابلس، في ميديا نابلس.